مشاهدينا الكرام في كل مكان سلام المسيح برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب حلقة النهاردة هي حلقة مميزة جدا هي بعنوان أبو عمر الباحث الذي لم يبحث قدمت أكثر من حلقة للرد على الإدعاءات التي قدمها أبو عمر بخصوص الكتاب المقدس واللي فيها حاول انه يظهر التناقضات كما يدعي بين متى وبين لوقا بالاخص في تجربه الرب يسوع كما ايضا حاول انه يثبت انه المسلمين يعرفوا اسم الههم اللي هو الله اما المسيحيين فلا يعرفون اسم الههم وقدمت حلقه كامله عن هذا الموضوع ولم اسمع منه اي رد بخصوص الله في الاسلام والمسيحيه كما أيضا حاول إنه يثبت إنه مش ممكن يكون المسيح نبي لأنه المسيح قال حاجات وما تمتش، واتكلمنا أيضا في حلقة كاملة عن هذا الموضوع. فوجئت إنه أبو عمر رادد عليا بحلقة بيرد بيها بالأخص على الحلقة اللي بتكلم فيها عن تجربة المسيح بين متى وبين لوقا فوجئت بانه وقت معرض الكتاب انه في واحد من الشيوخ بيجمع الكتب المسيحيه فمن ضمن الكتب المسيحيه اللي جمعها واشتراها في المعرض كان كتابي الجديد المسيح من هو ومش بس هو اتكلم عن كتابي الجديد المسيح من هو لكنه ايضا لمح الى شيء خاص بين الحوار بيني وبين ابو عمر فخليني نشوف الفيديو الاولاني وبعدين هرجع ارد على حضراتكم ده كتاب نسخة مختصرة من كتاب القس أشرف عزمي والقس أشرف عزمي الأخ أبو عمر الباحث يعني في ما بينهم نقاشات ممكن تراجعوا قناة مكافح الشبهات علشان تشوفوا الحوارات اللي ما بينهم أشرف عزمي حاول يرد على أبو عمر فأبو عمر هيجلده من الاخر يعني. عشان يحرم يحرم يحاول ان هو يرد على اخ متخصص في موضوع مقارنه الاديان وفاكر ان انت هتقدر تصمد يعني في الموضوع آه طبعا آه العباره الـ المضحكه انه ابو عمر هيجلده يعني هو بيفكر حتى الحوار عندهم بطريقه الخناقه يعني ما فيش حوار ابدا آه ممكن يبقى بمستوى في رقي فهو الفكره عنده أن الحوار يا اما غالب يا مغلوب يا اما تجلد يا اما تتجلد يعني ده الفكره الغريبه لكن ده كان اول اشاره الى ان هناك في رد من ابو عمر على الحلقات اللي انا قدمتها الشيء الاخر بقى اللي كان ايضا غريب بالنسبه لي انه انا قدمت اكثر من خمس حلقات فنت فيها بعض ادعاءات منقذ السقار وفي هجومه على لاهوت المسيح وفي هجومه ايضا على مخطوطات الكتاب المقدس قدمت خمس حلقات اثبت من خلالها انه الكلام اللي بيقوله سواء على لاهوت المسيح او على المخطوطات الكتاب المقدس كلام غير حقيقي فاول واحد كان مهلل للحلقه بتاعه ابو عمر كان هو منقذ السقار وحطها على صفحته وحطها على الصفحه الخاصه بتاعته على على الفيسبوك وكتب ايه الشيخ ابو عمر الباحث يلقن الدكتور اشرف عزمي درسا مستحقا وببلاش حلقه طويله لكنها مستحقه للسماع فلا تفوتكم برضو فكره برضو فكرة تلقين الدرس والضرب إلى آخره ما فيش أبدا فكرة عن الحوار المتمدد لكن anyway أنا عايز أسأل منقذ السقار بقول له طب أين الردود اللي أنت المفروض ترد بيها على الحلقات اللي أنا قدمتها عندما أثبتت أن كلامك عن لاهوت المسيح كلام غير صحيح وعندما أثبتت أيضا كلامك على مخطوطات الكتاب المقدس كلام غير صحيح أم طبعا هنا ابو عمر حط كمان على تويتر عاجل الدكتور اشرف عزمي يسحب مني لقب الباحث فهل يتنازل عن لقب الدكتور ولقب القصه انا اول مره اعرف انه ممكن واحد يدي لنفسه القاب يعني يمكن دي معروفه في بلادنا العربيه انه اي حد عايز يدي لنفسه لقب بيديها يعني انا وانا سؤالي الباحث ده انت لقب انت اطلقته على نفسك ولا في هيئه علميه كبيره اعطتك هذا اللقب يعني احنا عندنا لما يبقى الدكتور ولا الاسيس ده بتبقى في هيئات معينه الدكتوراه دي بتاخدها من جامعه الى اخره ف ف عايز اعرف مصدر لقب الباحث هل ده لانك حابب هذا اللقب فاخدته ولا في هيئه معينه علميه لها مواصفات علميه اعطيتك هذا اللقب لكن خلونا نشوف اول جزء من الرد بتاع ابو عمر الباحث على الحلقات بتاعتي ونرجع نكمل حوارنا للرد على الدكتور القصة <applause> للرد على الدكتور القصة اشرف عزمي مقدم برنامج على قناه الحياه التنصيريه الدكتور القصة أشرف عزمي حاول يرد عليا وأنا في الحقيقة بشكره على شجاعته وعلى محاولته أن يرد عليا لكن المشكلة أنه هو وقع في أخطاء رهيبة وأنا مش هوصفه بالجهل ولا الكذب أو الطفولة في الطرح زي ما هو وصفني لكن أنا هرد عليه بمنتهى الأدب وهسيب الحكم عليه للسادة المشاهدين كالعادة طبعا هو اعتبر انه لما انا قلت انه اه انه تكلم بجهل في موضوع تجربه المسيح اعتبر دي شتيمه انا اولا ما بشتمش ولو انت فهمتها على انها شتيمه انا يا سيدي بعتذر لانه اه أنا بتعلم من الرب يسوع اللي لم يكن في فمه غش و... واحنا كمسيحيين ما ينفعش إن احنا نشتم لكن أنا بوصف معرفتك بالموضوع الكتابي لكن في نفس الوقت كنت أتمنى إن أنت تبقى في كلامك أيضا نوع من الرقي ولأن أنا اتفرجت على فيديوهات كثيرة لم أرى فيها إلا السب وشتيمه ووصف المختلفين معك باوصاف كثيره جدا وعشان كده اتمنى ان الحوار يكون خالي من الفيديوهات اللي محطوطه او الفيديو اللي جاي اللي مليان كله اوصاف وشتيمه للمسيحيين المختلفين معك في الفكر وفي العقيده فخلونا نشوف الفيديو اللي هو بيظهر قد هو حواره راقي ونرجع نكمل موضوعنا. هو الطبيعي ان الثلاثه ما يكون هو ان التلاتة ما يكونش عندهم اجابه لان الثلاثه جاهلة وايضا ما نقدرش نلومهم على جهلهم لان الههم نفسه اللي هم بيعبدوه كان جاهل كذاب وانت عارف انك كذاب انت كذاب وعارف انك كذاب بس هي السبوبة كده وطالما الدعم شغال وبيوصلك يبقى كل شيء يهون لاجل الرز نصيحة لكل شخص بيقول ان هو مسيحي ان يترك هذه الافكار الوثنية المتناقضة وينعم بنور التوحيد الصافي اترك هذا الكتاب المحرف وهذا الايمان المتناقض اترك هؤلاء الدجالين الذين يتربحون من الكذب والتناقض والذي يبثونه ليلا ونهارا انخ... طبعا هؤلاء النصارى لا يعرفون شيئا عن القرآن الكريم ولا يعرفون شيئا عن اللغة العربية ولا يعرفون شيئا أصلا حتى عن كتابهم. طبعا كل ده بسبب دجل المنصرين عاملين يكذبوا على النصارى ليل ونهار. مطبقين وصية بولس في روميا 3 7 فإنه إن كان صدق الله قد ازداد بكذبي لمجده فلماذا أدان وأنا بعدك خاطئ؟ الأحبار والرهبان ليه؟ لأن هم دول اللي سولوا للناس أن يعبدوا المسيح وهم دول اللي بياكلوا أموال الناس بالباطل وإلى آخره. والأحبار والرهبان مشركون بالله سبحانه وتعالى بلاش جهل ده جهل ده شغل تحشيش لو الكلام ده ممكن يطلع من واحد محشش اه واحد قاعد كده وزود شويه العيار فهربت منه فبدا يهرب طبعا أنا أنا لو خدت ورقة وقلم وكتبت كل الأوصاف اللي عمال يوصف بها المسيحيين من جهلة من الرهبان من محششين من كذابين من دجالين أنا معرفش فين الرقي لكن عموما حضراتكم عارفين إنه كل واحد بيشبه من يتبعه والمسيح لم يكن شتاما ولهذا المسيح يجب ان لا يكون شتاما ولهذا في كلامنا بنحاول ان احنا فعلا نكون بنقدم المسيح اللي احنا نعرفه لكن هو بيتشبه طبعا بمن يتبع لاجل هذا هذه الاوصاف كلها الاعمال يوصف بها المختلفين معاه ما مش فارقه معاه يعني ما عندوش اي احساس حتى بالذنب او انه بيعمل حاجه غلط وهو نازل آآ كتاب محرف وكذابين والهنا كاذب واحنا كذبه ومجدفين وحشاشين الكلام ده كله اتمنى انه يرتقي في كلامه لكن طبعا من فضله القلب دايما زي ما قال الرب يسوع بيتكلم اللسان. برجع الى النقطه الاساسيه. النقطه الاساسيه وهي حديثنا عن متى وعن لؤى. وبالاخص في تجربه الرب يسوع المذكوره في اصحاح اربعه من متى وفي اصحاح اربعه من انجيل لوقا وفي ايضا الترتيب لانه متى كتب الثلاث تجارب وبعدين لوقا في تبديل في ترتيب التجربه الثانيه مع التجربه الثالثه. دي المشكله اللي هو بيتكلم عنها، هو رأى انه هذا الاختلاف ما هو الا تناقض في كلمه الله، يا إما لؤى غلطان يا إما مت غلطان، يا إما الاثنين يكونوا غلطانين، يا إما النساخ يكونوا حرفوا في المخطوطه الاصليه الى اخره. فخلينا نسمع المشكله كما يصفها هو وبعدين نرجع الى الحديث بتاعنا عن متى وعن لؤى. واخذه. ممتاز. اولا ده كلام القس منيس عبد النور في كتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس هو اللي زعم ان لوقا كان بيكتب بحسب الترتيب الموضوعي وليس بحسب الترتيب الزمني يعني المفروض حسب كلامهم اننا لو فتحنا انجيل لوقا عشان نعرف منهجه في كتابه الانجيل هنلاقيه بيقول انه بيكتب بشكل موضوعي مش تسلسل وترتيب تاريخي وزمني صح كده لكن المفاجأة الصادمة للنصارى المشاهدين للدكتور القس أشرف عزمي إن لوقا نفسه بيقول في مقدمة الإنجيل إنه كتب سيرة يسوع بشكل متتابع ومتسلسل. السؤال بقى، حضرتك يا دكتور أشرف هل كنت عارف الكلام ده ومخبيه على النصارى البسطاء؟ من باب التدليس يعني وكده؟ ولا حضرتك مش عارف وعمرك ما قرأت إنجيل لوقا قبل كده؟ اظن مش معقول تكون هتتكلم في موضوع زي كده وطلع ترد عليا من غير ما تكون قرات انجيل لوقا يعني اكيد حضرتك قرات وخلفت ضميرك وزورت الحقيقه يعني برضو يعني ماسوره الشتيمه والاوصاف شغاله ما بتوقفش لكن انوي هنرجع الى الجزء بتاعنا الجزء هو بيقول انه انجيل لوقا اتكتب بترتيب زمني بمعنى ان كل الاحداث اللي فيه اتكتبت بترتيب زمني وانا قلت المره اللي فاتت واتكلم عن الاختلاف قلت ان لوقا في انجيله في ترتيب متى يختلف في ترتيبه عن عن انجيل انجيل لوقا لكن التركيز بتاع كلامي انا او كلام الاسيس منيز زي ما هو يقتبس فيما بعد كان على التجربه بتاعه الرب يسوع وليس على الانجيل ككل ولما نرجع يا جناب الشيخ الى رأيت أنا لما يقول كده لوقا رأيت أنا أيضا إس قد تتبعت تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي وهنا النقطة المهمة جدا عبارة على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس ليس معنى أن لوقا قام بسرد مرتب من ناحية الأحداث ذاتها أن يكون كل حدث مرتب مرتب زمنيا بشكل صارم. التسلسل يعني السرد المنظم وليس المرتب زمنيا وهو مش قادر يفرق ما بين الاثنين. كويس ممكن يكون لؤة وهو بيسرد الاحداث ميلاد الرب يسوع او ميلاد يوحنا وبعدين ميلاد الرب يسوع وبعدين حياه دعوه يسوع للخدمه وبعدين بيكمل بعد كده حياه الرب يسوع وبعدين الصليب وبعدين القيامه وبعدين الصعود وبعدين الفوليوم الثاني او الكتاب الثاني اللي هو اعمال الرسل الكنيسه ونشاتها وانتشار الانجيل في العالم اجمع فبيكتب بيكتب الاحداث دي كويس بترتيب متتابع لكن ليس معنى هذا ان كل حدث كتبوا لوه في من الاحداث بترتيب زمني ممكن يبقى لوه لغرض لاهوتي بيعمل بعض الاختلافات علشان يحقق الغرض اللاهوتي بتاعه دون عشان كده كلمه على التوالي افضل ترجمه لها ان consecutive اوردر يعني بترتيب في ترتيب وتنظيم معين كويس. وليس زمني فقط تشير إلى التنظيم والترتيب المنطقي إلى سرد منظم أو مكتوب بعناية وليس إلى التسلسل الزمني لو أردت السرد بمعنى حبل مريم ثم ميلاد يسوع، ثم صباه، ثم معموديته، ثم معجزاته، ثم كراسته، ثم موته، ثم قيامته، ثم صعوده، ثم فتره الكنيسه لكن او فتره الرسل لكن هذا لا يمنعه انه في بعض الاحيان يسرد بعض الاحداث المنفصله عن بعضها البعض في وقت كل منها. يعني مش معنى كده انه دي استنبع. وانا انا كنت بتكلم عن تجربه الرب يسوع وليس بتكلم عن جيل في مجمله وفي محتواه الشامل كويس فدي أول غلطة وقع فيها إنه حاول يثبت إنه لأ بما إنه لؤى كتب على التوالي يبقى كل الأحداث مرتبة ترتيبا زمنيا وهذا ليس صحيح سواء في أصل الكلمة في لغتها أو في معنى كلمة على على التوالي كما ذكرها لنا لؤى البشير. طيب هاخد فيديو هاخد سوري مداخله وبعدين ارجع اكمل الحديث بتاعنا الو الاخ توفيق الو أهل. الو 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 ايوه ايوه كيف اختارك؟ اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك ممكن اسالك سؤال؟ انا انا مش سامع الصوت ممكن تعالوا لي الصوت شويه؟ صوت عالي دلوقتي ممكن اسال حضرتك سؤال فيما يتعلق بالموضوع من فضلك لانه الموضوع ده يعني هو موضوع حلقتنا النهارده فمش هقدر اخرج بره آه. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اتفضل اه 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 انت ازاي بتناظر شيخ غبي هيدا ممكن تجاوبني على السؤال ايه انت ليه ما زلت شيخ غبي زي ده؟ <applause> <applause> لا ما نقدرش ما نقدرش لانه هقول لحضرتك حاجه كل اللي بينقذوا الكتاب المقدس من هؤلاء الشيوخ أو الباحثين كما يعني بيحبوا يطلقوا على أنفسهم لهم فيديوهات وليهم أتباع وفيديوهاتهم وأتباعهم بيحاولوا أنهم يزرعوا الشك في قلوب البسطاء ودورنا إحنا أنه أي نقد ممكن يوجه للكتاب آه بي بي بناخد هذا النقد وبنحاول نرد عليه مش لاجل الرد عليه لكن لاجل المشاهدين اللي ممكن يسمعوا هذه الفيديوهات ويبقى عندهم نوع من الشك في كلمه ربنا طيب اشكرك اجي الى جزء اخر خلينا ناخد اوريكم قد ايه هو بيتلاعب بالالفاظ خلونا ناخد الفيديو رقم سته و لا يعني سوري الفيديو رقم خمسه ونشوف ترتيب الاحداث زي ما هو بيحاول يوصفها. وليس التناقض او الخطا كما يدعي كذبا هذا الباحث ان انجيل متى سجل احداث تجربه المسيح ترتيبا زمنيا ممتاز اولا ده كلام القس منيس عبد النور في كتاب شبهات وهميه حول الكتاب المقدس هو اللي زعم ان اللغة كان بيكتب بحسب الترتيب الموضوعي وليس بحسب الترتيب الزمني طيب جميل خدتوا بالكم ان اللي قاله الاسيس منيس واللي قلته انا الأسيس منيس في كتاب شبهات وهمية قال أن لوقا رتب بحسب تجربة المسيح بحسب الترتيب الموضوعي وده اللي أنا قلته بالظبط أن لوقا رتب تجربة المسيح موضوعيا وليس زمنيا احنا لنا لنا اتكلمت على الانجيل ككل ولا الاسيس منيس بيتكلم عن الانجيل ككل الاسيس منيس بيقول التجربه وانا ايضا في كلامي ذكرت التجربه لكن هو، بدل ما يتكلم عن التجربة علشان يثبت إن هناك تناقض هو راح واخد الكلام كله وبدأ يتكلم على إنجيل لوقا، إنجيل لوقا مكتوب بترتيب زمني. يبقى كل الأحداث إحنا بنتكلم في إطار الترتيب الزمني yes لما يقول أن لوقا مثلا كتب على التوالي بمعنى أن لوقا كتب تجربة المسيح قبل مثلا التجلي بتاع المسيح يعني يعني حطهم بالترتيب ده رتب الأحداث بالشكل ده لكن جوة إطار الحدث نفسه ممكن لوقا يعمل نوع من الترتيب الموضوع اللي يخدم الغرض اللي عايز بيكتب من أجله وزي ما قلت أن لوقا حب يترك آخر تجربة تكون في اورشليم وينهي كلامه عن تجربه المسيح وتركه على الشيطان وتركه الى حين لانه عايز يرجع مره ثانيه الى مدينه اورشليم لما ياتي الشيطان مره ثانيه ويدخل في قلب قلب وفي قلب يهوذا لكي ما يسلم المسيح وتكون المعركه الاخيره على الصليب. ده اللي عايز يربطه لوقا. ده اللي عايز يعمله. لكن ليس معناه انه هناك تناقض طيب خلينا نشوف الفيديو اللي بعد كده ونكمل حديثنا مع بعض ثانيا هل المخطوطات القديمه قالت كلمه كاي هل حضرتك مش عارف ان النساخ لعبوا في المخطوطات كان عاده يعني واضافوا كلمه كاي طيب اولا موضوع كاي ودي ده موضوع يعني عايز اقول ملهوش علاقه بالترتيب الزمني نهائي بتاع المعجزه بتاع التجربه ملهوش اي علاقه بترتيب المعجز بترتيب التجارب بتاعه الرب يسوع ولا يشير من قريب ولا من بعيد استخدام كاي او استخدام دي اللي هي اداه عطف او واو العطف اللي بترجم على ان هناك ترتيب زمني يا جناب الباحث انا عايز اسالك سؤال انت ليه لم ترجع للمصطلحات الزمنيه اللي استخدمها متى والتي لم يستخدمها لؤى واللي بتبرهن على أنه متى في تجربه الرب يسوع تتبع الترتيب الزمني اما لؤى فلم يستخدم هذه المصطلحات لانه لم يتبع الترتيب الزمني ارجع مرتين حاجه طبعا هو هو لا ذكرها ولا اتكلم عنها لانه لو اتكلم عنها هيثبت جهله بالموضوع، هيثبت انه فعلا اللي بيقوله من تناقض ليس تناقض على الاطلاق. شوفوا هل كتب متى ده ده السؤال المهم، هل متى كتب تجربه المسيح بترتيب زمني ولا لا؟ ده السؤال اللي لابد ان احنا نحاول الاجابه عليه. عشان نجاوب على السؤال ده عشان نجاوب على السؤال ده لابد ان احنا نرجع الى التعبيرات اليونانيه التي استخدمها متى في وصفه لتجربه الرب يسوع ونشوف هل التعبيرات اللي استخدمها متى في وصفه لتجربه الرب يسوع تشير الى تسلسل زمني ام الى ترتيب موضوعي. طبعا هو ما نحو متى نهائي. ليه؟ لانه متى استخدم تعبيرين مهمين جدا بيشيروا في اللغه الاصليه الى الترتيب الزمني، وهو لانه يعني اعتقد هو مندفع بفكره التقيه ان انت تخبي شيء وتظهر شيء علشان يعني نصره الاسلام، لكنه هو هو مرجعش الى الى متى، ما نهائي الى متى ولا اتكلم على متى ولا اتكلم عن اللغه اللي استخدمها متى ولا عن المصطلحات اللي استخدمها متى ولا عن الاشارات الزمنيه اللي موجوده في انجيل مت خليني يعني اتكلم عن الجزء ده شويه بالتفصيل التعبيرات اليونانيه التي استخدمها متى هي تعبيرات زمنيه اول تعبير هو توتي كويس ده اول تعبير توتي هو التعبير الاساسي اللي استخدمه متى وبعدين الكلمه الاخرى هي بلين او بالين الكلمتين دول هما اللي وردوا في انجيل متى ولم ياتوا في انجيل لوقا ذكرهم متى في تجربه الرب يسوع في سرده للتجربه ولم يذكرهم لوقا في سرده للتجربه ليه لانه اول كلمه وردت في في عدد خمسه. اوكي؟ تو تي بارا او تو اون الى اخره، فهنا ال 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 انه انه وبعد هذا وتترجم ذن كويس؟ وبعد هذا وهي وهو تعبير يشير الى الزمن وبعد هذا اخذوا الشيطان الى فاحنا لما نقرا الجزء ده في عدد خمسه من انجيل متى اصحاح اربعه، نعرف ان التعبير ده تعبير زمني، وكمان كلمه بالين وردت ايضا في عدد ثمانيه، وبعدين ايضا وايضا اخذه كويس ابليس، فالفكره هنا ان التعبيرين دول او الكلمتين دول لم ياتوا في لوقا في سرده عند سرده لتجربه المسيح ناتي للكلمه الاولى توتي كويس وهي ادفرب بمعنى انها بتوصف وصف للفعل وبتترجم of time then at that time يعني دي دي الترجمة بتاعتها إنه في ذلك الوقت في يعني آآ آآ بعد كده في ذلك الوقت تترجم بنفس الشكل ولما نيجي هنا إلى المصطلح القواميس اللغوية نجد إنه تعرفهم لكلمة للتعبير to in general uh, proposition marking succession يعني إيه؟ يعني هو ب ب ب عن التتابع الزمني ماركينج سكسيشن حاجه بتاتي ورا حاجه ثانيه من حيث الزمن كويس وبيطلق عليها ايضا تيمبرال ادفرب وكلمه تيمبرال يعني زمني وهنا لما يتكلم ان هو بيشير ريفرنس تو تايم اور تايمينج يبقى هنا توتي الكلمه اللي استخدمها الاولى متى لم يستخدمها لوقا في وصفه لتجربه الرب يسوع وبالتالي متى عند سرده للثلاث تجارب تتبع الترتيب الزمني واستخدم تعبيرات زمنيه كويس الكلمه الثانيه اللي هي بالين وهي تعني back or again وتترجم كلمه again of time meaning again another time once more يعني كل ده تعبيرات بتعني انه في الوقت مره ثاني للترتيب الزمني للاشاره الزمنيه وممكن تبقى بقى تترجم ايضا second time للمره الثانيه و again the second time ومره تانية الى اخره التعبيرات دي لم يستخدمها لوقا وسؤالي بقى لماذا يا ايها الباحث لماذا لم يستخدم لوقا التعبيرات اليونانيه الزمنيه توتي ان بالين التي استخدمها متى في سرده لحادثه تجربه المسيح لو هو بيكتب بترتيب زمني زي ما انت بتقول لماذا استخدم لماذا استخدم لوقا مصطلحات بسيطه مثل كاي اللي هي واو العطف ودي وواو العطف هم حروف عطف كويس طبعا عمل مشكله كبيره وانه المخطوطه الفلانيه يعني هو استعراض للعضلات ليس اكثر مع ان دي الاثنين واحد يعني كويس آآ آآ لكن آآ انه زي المخطوطه دي استخدمت ده والمخطوط وهو بعد خالص عن فكره الترتيب الزمني كاي و دي لا يشيران إلى ترتيب زمني لو أنت في اللغة اليونانية عايز تشير إلى ترتيب زمني بتستخدم تعبيرات أخرى استخدمها متى لكن هو عمل نفسه فرد عضلاته وعمل نفسه بقى إيه؟ العالم بمخطوطات الكتاب المقدس وبكل ما تحويه من اللغه اليونانيه ومصطلحات اللغه اليونانيه وعارف ومش عارف وكل الاستعراض لكن على فكره اللي حضروا لك الحلقه بتاعتك دي وقعوك في غلطه كبيره كويس حاجه ثاني اين الدليل على ان لوقا كتب تجربه المسيح بترتيب زمني هتقول لي لانه في يقول انه كتبته على التوالي وقلت لك قبل كده انه على التوالي لا تعني ترتيب زمني لكن تعني تسلسل للاحداث وترتيبها بطريقه معينه لماذا لم يستخدم المصطلحات الزمنيه التي استخدمها متى مصيبه اخرى وقع فيها الشيخ بيعتقد انه المتغيرات النصيه في حروف العطف تعتبر تحريف او المخطوطات اتحرفت في هنا كاي وفي هنا دي مخطوطات اتحرفت حروف العطف حروف عطف وممكن مخطوطه يبقى فيها دي وممكن مخطوطه يبقى فيها كاي الاثنين واحد ولا يعتبر هذا دليل على تحريف المخطوطات ولا على تاثير ايضا الـ الـ ولا على التغيير في مضمون ومحتوى الكلام نفسه وبرجع لسؤالي مره ثانيه لماذا لم يستخدم لوه التعبيرات الزمنيه التي استخدمها متى في سرده لتجربه الرب يسوع ما عندكش حل وما هتلاقي عندك سؤال مش هتلاقي عندك اجابه. مش هتكلم على دي وعلى معانيها لكن الفكره الاساسيه اعتقد انها وصلت جاوبني يا جناب الباحث لماذا لوقا لم يستخدم المصطلحات الزمنية في سرده لتجربة الرب يسوع كما استخدم متى هذه المصطلحات لأن متى سردها بترتيب زمني أما لوقا فسردها بترتيب موضوعي ولما بتكلم على الترتيب الموضوع بتكلم عن التجربة مش بتكلم على الإنجيل ككل وما تحاولش أن أنت تغير الموضوع تتكلم على الإنجيل ككل بتكلم على تجربة الرب يسوع المسيح طيب أجي إلى جزء آخر في رده علي وبيكلم فيه على أن المسيح قد أكمل عمله فخلينا نشوف الفيديو الثامن ونرجع نرد عليه ثم قال القصة أشرف بعد ذلك والمسيح أتى لكي ما يتمم فداء الانسان. طبعا الكلام ده غير صحيح لان المسيح في انجيل يوحنا 17 أربعة قبل الصلب وهو بيخاطب الله بيقول انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته، خلي بالك بيقول له العمل الذي اعطيتني قد اكملته، يعني العمل الذي جاء المسيح لاجله قد تم بالفعل قبل عمليه الصلب. يعني الصلب لم يكن له قيمه، يعني هذا يقتضي ان يسوع مات على الصليب منتحرا، ولو كان المسيح اتى ليصلب فلماذا كان يطلب من الله ان ينقذه من الموت؟ الرساله الى العبرانيين 5 7 بيقول الذي في ايام جسده اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. طب ليه بيطلب من ربنا ان ربنا ينقذه من الموت؟ انا بصراحه مستغرب مستغرب جدا لانه انا معرفه هو بيتعامل مع مع الكتاب المقدس زي القران يعني بياخد الايه وبيعتبر ان الايه دي كل ما فيها هو كل العقيده اللي يعني اللي تبنى عليها العقيده الكتاب المقدس وحده واحده وكلام المسيح يتاخد كله على بعضه وكلام المسيح اللي بيقوله لازم تشوفوا قبل وتشوفوا بعد ولازم تفهم هو قال اي قبل كده ولازم تفهم هو قال ايه بعد كده ما عندناش ان انت تاخد اية وتطير بيها وتبني عليها فكر اللي انت بتقوله ده ليس من بعيد ولا من قريب يعني بصراحة يخطر على بال حد أنا يعني أنا بصراحة يعني حزين وفي نفس الوقت زعلان عليك ان انت يعني بتفكر بهذه الطريقه خليني ارجع الى كلام رب يسوع قال رب يسوع له كل المجد انا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته في انجيل يوحنا وفي اصحاح 17 وعدد اربعه ودي جزء في الصلاه الشفاعيه اللي موجوده في كل الاصحاح اصحاح 17 صلاه الرب يسوع من اجل التلاميذ ومن اجل الكنيسه العنا مجدتك على الارض العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته خد الايه دي وعمل بها ايه باطار قال لك اهو ادينا عندنا اثبات قبل ما المسيح يصلب ان المسيح قد اتم رسالته وانه بيقول للاب العمل الذي قد اعطيتني لاعمل قد اكملته فبالتالي مفيش احتياج للصليب ومفيش احتياج لموت المسيح وانه موت المسيح لو انتم بتفكروا فيه ده يعتبر انتحار انتحار لي وانه لا قيمه للصليب ولا قيمه للموت هو بيقول العمل الذي قد اعطيتني لاعمل قد اكملته كيف يكون العمل الذي أعطاه الله للمسيح قد أكمل والمسيح لم يصلب بعد ده اللي بيقوله المسيح حتى لم يكن وضع على صليب وكما تقولون أنتم فإن العمل الذي جاء من أجله هو أن يصلب ليخلص البشرية فكيف يقول المسيح قبل الصليب بأن العمل الذي أعطاه الله له قد أكمله أجاوب بـ بـ بأكتر من جزء، اول حاجه سياق كلام الرب يسوع المسيح، لازم يا جناب الباحث كباحث ترجع الى سياق الكلام، تتعب نفسك تقرا ما قبل وتقرا ما بعد، ولو حتى تعبت نفسك شويه تقرا كل انجيل يوحنا وتفهم المضمون العام اللي بيتكلم عنه انجيل يوحنا، وتاخد كلام الرب يسوع في الاطار العام للي هو موجود في انجيل يوحنا، لكن للاسف لا تتعب نفسك ولا بتقرا للقبل ولا بتقرا للي بعد خليني ارجع اقول الرب يسوع في بدايه صلاته الشفاعيه يقول ايه تكلم يسوع بهذا ورفع عينيه نحو السماء وقال ايها الاب قد اتت الساعه مجد ابنك ليمجدك ابنك ايضا والسؤال هنا ايها الباحث الى الساعه دي تشير الى ايه لما يقول قد أتت الساعة الساعة دي بتشير إلى ماذا؟ هل هي بتشير إلى الساعة الآن دلوقتي يعني الساعة ستة تبقى الساعة سبعة وخلاص الساعة دي انتهت ولا بتشير إلى فترة مهمة جدا في حياة الرب يسوع المسيح علشان تعرف المعنى الساعة هنا تعني الفترة الزمنية وهي تشير في انجيل يوحنا دائما الى ساعة الصلب والموت لتتميم الفداء هذا يؤكده الاتي اول حاجة يقول هنا في يوحنا سبعة وفي عدد 30 فطلبوا ان يمسكوه يمسكوا الرب يسوع ولم يلقي احد يده عليه ليه؟ لان ساعته ساعة ايه؟ ساعة الفداء ساعة الموت نيابة عن البشرية ساعة الصلب اللي اتى من اجلها المسيح لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد كويس وبعدين في يوحنا 8 وعدد 20 هذا الكلام قاله يسوع في الخدانة وهو يعلم في الهيكل ولم يمسك أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد يبقى ساعة موت المسيح لم تكن قد جاءت بعد وفي أول آية من آيات أصحاح 17 أنه قد أتت الساعة مجد ابنك يبقى ساعة ايه؟ الساعة اللي بيتكلم عنها هي صلب المسيح هي فداء المسيح هي موت المسيح أول آية لو كنت تعبت نفسك كنت عرفت انه الرب يسوع بيتكلم عن صلبه وعن موته وبعدين يكمل كمان الرب كلامه في نفس السياق فيقول أنا مجدتك على الأرض العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أكملته طيب أما نيجي للجزء آخر كويس وناخد النص ده لغويا لغويا يا جناب الباحث كويس أعطيتني فعل ماضي تام العمل الذي أعطيتني a perfect tense الفعل التام هو فعل يصف فعل حدث في الماضي ونتائجه باقية للحاضر وإحنا عارفين إنه الابن قدم نفسه قبل حتى الأزل للآب لكي ما يتمم فداء الإنسان لكنه أتى في ملء الزمان قد أكملت فعل ناقص ومش هتجد زيه في اللغة العربية تسمى أيرستنس الماضي الناقص يهتم بالزمن أي فعل الماضي وليس له نهاية زمنية محددة ممكن ينتهي في المستقبل أو يمتد بدون نهاية وكل اللي بيدرس ال اللغة ويدرس العهد القديم يعرف أن هناك في حاجة مهمة جدا اسمها prophetic perfect يعني, يعني فعل ماضي نبوي فعل ماضي نبوي بيستخدم في الكتابات والماضي النبوي يتحدث عن حدث هيحدث في المستقبل وكأنه حدث فعلا لأنه نبوي كأنه فعلا قد تم في الماضي وعشان كده الرب يسوع العمل الذي قد أعطيتني لأعمل قد أكملته ويشمل هذا الصليب والفداء لكن أنه تبني عليها فكرة وتطير بيها عشان كده الرب يسوع وهو على الصليب أليه فلما أخذ يسوع الخلق قال قد أكمل اللي أكمل بقى قد أكملت وقد أكمل قد أكملت يشير الى كل ما صنع الرب يسوع في الماضي وسيصنعه ايضا في المستقبل بموته على عود الصليب وقد اكمل انه هذه اللحظه قد اتم المسيح عمل الفداء ونكس راسه واسلم الروح حاجه اخيره يا جناب الباحث هو مش المسيح اتكلم مرات ومرات ومرات عن موته وعن صلبه ليه, ما ليه ليه ما بصيتش للنصوص دي ألم يقل المسيح من ذلك الوقت ابتدأ يسوع يظهر لتلاميذه أنه ينبغي أن يذهب إلى أورشليم ويتألم كثيرا من الشيوخ ورؤساء الكهنة والكتبة ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم ألم يقل أيضا الرب يسوع وفيما هم يترددون في الجليل قال لهم يسوع ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم ألم يقل أيضا له كل المجد وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثنى عشر على انفراد في الطريق وقال لهم ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم الم يقل ايضا وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتالم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وفي اليوم الثالث يقوم الم يقل ايضا ها نحن صاعدون الى اورشليم وابن الانسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزأون به ويجلدونه ويدفلون عليه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم أنت ليه ما بصيتش للنصوص دي؟ ده مش كلام الرب يسوع؟ ألم يقل الرب يسوع مرات ومرات عن حقيقة موته وقيامته؟ لكن لأ إزاي؟ ده انت بتبني عقيده كامله على آيه لا انت قريت قبلها ولا قريت بعدها ولا عايز تقرا قبلها ولا بعدها لكن لمجرد بس انك تشوه حقيقه انا ما اعرفش الصليب عامل لكم ايه. فعلا كل ما تريد ان تفعله هو انك تلغي الصليب عارف ليه؟ لان الصليب هو قوه الله للخلاص وابليس لا يريد للانسان ان يخلص لاجل هذا يقاوم الصليب ويقاوم عمل الصليب. خلينا ناخذ مداخلة ونكمل مع بعض كلامنا. الأخ زكريا. الو. الو. السلام ونعمة الدكتور أشرف حلمي. أهلا وسهلا بحضرتك. سلام ونعمة الدكتور سلام ونعمة أخ زكريا كيفك؟ الله يحفظك أشكرك على التميز. أمين أنا بخير وأنت كيفك أخي؟ نشكر رب. آه. الله يحفظك. اتفضل. الله يحفظك اشكرك على برنامج الاخر اللي عبر في المغرب والجزائر والليبي الان اتركوا الاسلام اتركوا مساجد العرب وادخلوا دين المسيح لدين الحق في الحياه يا مع حركه 17 و 20 هذه فرصتكم في هذه فرصتكم في في مسلسل العرب العربي ثم أنا في المسيحيون بطبيعتهم وفلسفة في, في الحياة وأنا أدعوكم الخط بيقطع اخويا زكريا انا انا سامع جزء من اللي انت بتقوله لكن مش سامع كله لكن انا يعني الرساله اللي قدرت اسمعها انه انت كعابر من الظلمه الى النور بتدعو ايضا الاخوه المسلمين انهم يعرفوا يعرفوا الرب يسوع واللي ينور حياتهم وينور ابديتهم وينقلهم من الظلمه الى الى النور اشكرك اخويا زكريا الرب الرب يبارك حياتك. طيب فاجئ الى جزء اخر هو برضو اتكلم عنه و فكرة الدم وأهمية سفك الدم من أجل الحصول على غفران كما يؤكدها الكتاب المقدس خلونا نشوف الفيديو التاسع ونرجع نعلق عليه بعد ذلك القصة أشرف بيقول وإيه كمية الإباحية اللي عايش فيها العالم ولما اتكلم على الإباحية،, الاباحيه اوقات كثيره يعني بالذات اللي عايشين في العالم العربي بيفكروا انه الاباحيه دي في الغرب أنا عايز اقول لكم انه الاباحيه اكثر واكثر أه عمقا وشرّاً وفجورا في العالم الشرقي في العالم الشرقي اكبر كميه تحرش جنسي موجوده في العالم لا أرجع الاسلامي ارجع للفيديو اللي قبليه اعلى نسبه ممكن ممكن ناخد الفيديو اللي قبليه إن... انت بنفسك قلت ان لابد من سفك الدم أيوة لتكفير خطيه الانسان لانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره ليه لانه اجره الخطيه موت وحتى الكلام ده غلط وهو بيخالف كلام من الله سبحانه وتعالى صراحه في العهد القديم لان الرب شرع وسائل تكفير الخطيه في التكفير بالتوبه والرجوع الى الله زي ما حصل في اخبار الايام الثاني 7 14 بيقول فاذا تواضع شعبي الذين دعى اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم وفي سفر إشعية 55 سبعة بيأكد أن تكفير الخطية هيحصل لما الشرير يترك طريق الشر ويتوب إلى الله النص بيقول ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى الرب فيرحمه والى الهنا لانه يكثر الغفران. طيب ده جزء مهم جدا لانه هو بيحاول انه يثبت انه ما فيش احتياج للدم وانه بدون سفك دم لا تحصل مغفره ده كلام فاضي انه ممكن ربنا يغفر بدون سفك الدم. خليني اخد مداخله وارجع اتناول هذا الموضوع بالتفصيل. الو. الو. الو ايوه مساء الخير دكتور سامع دكتور اشرف اه انا سامع تفضل اقول لحضرتك انا من مصر انا كنت بستفيد جدا من برنامج سؤال جريء بس ترى هو البرنامج ليه اتوقف طيب اشكرك من اجل مداخلتك هو السؤال جريء قناة الحياة لم توقفه لكنه هو الأخ رشيد هو فضل أنه يوقف البرنامج وإحنا بنصلي له وبنطلب بركة لحياته وأكيد هيبقى في في خدمات تانية ممكن تتابع معاها مع مع الأخ رشيد الرب يباركك والأجل تليفونك طيب أرجع للنقطة المهمة النقطه المهمه بدون سفك دم لا تحصل مغفره كويس هل فعلا في احتياج لسفك الدم هل هناك احتياج لسفك الدم حتى تتم المغفرة هو طبعا جاب أيتين واحدة من الأخبار الأيام وواحدة من سفر إشعياء وقال أهو إذا توضع شعبي الذين دعيا اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم الحاجة بقى اللي أنت مش عارفها ولا عارفها ومش عايز تتكلم عنها إنه الآيات دي اتقالت لمين؟ اتقالت لليهود كويس الايات دي ربنا بيقولها لليهود ونظام اليهود الاساسي في العباده وقلب العباده اليهوديه هو نظام الذبائح يعني لما ربنا يقول اذا تواضع شعبي هو ما بيلغيش الذبائح ولما يقول اذا اذا رجع الشرير عن شره فاني اغفر هو ما بيلغيش الذبائح ده قلب العبادة اليهودية هو في الذبائح والذبائح موجودة حتى قبل الناموس المساوي كويس من أول ما الله صنع جلود وألبس آدم وحواء وكسى عريهما كويس فلما ترجع إلى 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 الفداء في اليهودية الفداء في اليهودية زي مش زي الإسلام الغفران في اليهودية يختلف أنت عندك بتخطئ في الفكر الاسلامي مفيش حاجه ممكن عندك اسمها ال ال الكفاره مش عايز تقبلها مش عايز تقبلها لكن في نفس الوقت الفداء في اليهوديه مبني على الكفاره وهذكر اكثر من حاجه قلب الفداء في العهد القديم هو نظام الذبائح التي كان يقدمها بنو اسرائيل وفق الشرائع التي اعلنها الله لموسى النبي وكانت هذه الذبائح تنقسم الى قسمين رئيسيين الذبائح العامه كويس وهي الذبائح القوميه التي كانت تقدم لله في كل يوم وفي كل موسم من المواسم الدينيه واهمها ذبيحه الذبيحه اليوميه يعني كان في ذبيحه بتقدم صباحا وذبيحه بتقدم عند العشاء مساء كويس الذبائح اليوميه ذبيحه يوم السبت كل يوم سبت ذبيحه اول الشهر ذبيحه الفصح ذبيحة باكورة الحصاد، ذبيحة عيد الكفارة أو يوم الكفارة، كل هذه الذبائح كانت تقدم في النظام اليهودي لأنها بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. وأنت مش عايز تذكر ده خالص. انت لغيت كل النظام الناموس ومركزه الاساسي في تقديم الذبائح وخدت ايه بتتقال لناس الرب اعطاهم ايضا الناموس اللي قلبه الذبائح وتقول اهو الرب بيقول ورجعوا آخر خطيتهم بس على اساس لو يهودي هتروح ترجع للذبائح لو يهودي هترجع للذبائح ولو كملت كمان هتجد لو قريت قبل وبعد هتجد انه سليمان قدم ذبائح في نفس سياق الكلام ذبائح للرب وهو بيدشن الهيكل وبيصلي هذه الصلاه والرب بيكلم اليه ذبيحة عيد المزال ذبائح الشخصية بقى، مش بس الذبائح العامة اللي بتنوب عن الشعب وتنوب عن خطاياهم وللتكفير عن الخطية، لكن كمان الذبائح الشخصية وهي الذبائح التي كان يقدمها الأفراد يعني كل الأشخاص ذبيحة المحرقة فلويين واحد، ذبيحة السلامة، ذبيحة الخطية والاثم، ذبائح الملأ والتكريس الكامل وكانت تقدم عند التكفير عن الكهنة يوم إقامتهم بأعمالهم، ذبائح مختلفة كويس؟ أستلخص بعض الملاحظات من الكلام عن الذبائح. أول حاجة يا جناب الباحث، كانت الذبائح تقدم للتكفير عن الخطايا. الذبائح كانت تقدم للتكفير عن الخطايا لم يكن يعفى من تقديم الذبائح احد حتى اذا كان فقيرا هيجيب هيجيب جوز حمام وياتي به للرب عشان يكفر كانت هذه الذبائح تقدم على مذبح النحاس القائم في هيكل الله، فكان المفهوم لدى الجميع انها مقدمه لاجل الحصول على الغفران. كما كان الذين يقدمون يضعون ايديهم على رؤوسهم، على رؤوسها ويقرون عليها بخطاياهم رمزا لانتقال خطاياهم الى الذبائح المذكوره، فكانت تعتبر كفاره او فديه عنهم. كويس؟ كل ده وانت مش عايز تتكلم عنه كل ده مش عايز تذكره الباحث الذي لم يبحث لكنه خد معلومة وطار بيها خلوني اخد مداخلة من الاخ الياس من الجزائر الو انا عم سلام سلام كيف احوالكم يا اخي أهلاً وسهلاً بك ممكن توطي التلفزيون شوية؟ نعم؟ ممكن توطي التلفزيون اللي عندك شوية؟ عشان أقدر أسمعك؟ نعم يا أخي أوكي اتفضل يا أخي حبي... عندي سؤال اتفضل، مرتبط بالحلقة أتمنى مرتبط بالإيمان اتفضل إيه. يا أخي لماذا المسلم المؤمن عندما يقوم الليل ويصوم الاثنين والخميس ويقرأ القرآن ويبتعد عن المعاصي يعطي الله الله نورا في وجهه وفي قلبه أنا قرأت الإنجيل لم أجد حلاوة لكن قرأت القرآن وطبقت الكتاب والسنة والله عشت في نعمة مع الله ولا أحد يجبرني على هذا الكلام كل آه كل اللي أقدر أخي آه حاضر كل كل اللي أقدر أقوله لك ثواني آه ثواني يعني آه اللي انت اللي انت بتقوله ده آه عكس الواقع بصراحه كويس ليه؟ لان الواقع كله بيقول لنا انه ما فيش حد قرا القران وتغيرت حياته الا الى الأسوأ للاسف لكن اللي بيقرا الكتاب المقدس وبيعرف الرب كما اعلن هو نفسه عنه في المسيح يسوع بيشرق الله في قلبه بنور الانجيل ده اللي بيحصل الانسان بيختبر حريه من الخطيه ومن الشر ومن الاثم الانسان بيقيم علاقه مع الله ويبقى كابن لله الانسان بيبقى فعلا يعني متغير الرب بيغير حياته وده اللي بتعمله فقط كلمة ربنا حابب تثبت انت العكس مبروك عليك لكن الواقع بيقول غير اللي انت بتقوله حضرتك طيب اجي الى يعني جزء اخر مهم جدا انا عارف ان قدامنا قدامنا وقت قليل جدا قدامنا ثلاث دقائق لكن خلوني اتكلم عن الفيديو اللي قبل كده اللي كان بيتكلم فيه عن الفساد والاخلاقي والانحلال الفيديو اللي اللي بيتكلم فيه عن هذا الموضوع ممكن المخرج يحطه لنا وانا هرجع اعلق عليه بسرعه بعد ذلك القصة أشرف بيقول وايه كميه الاباحيه اللي عايش فيها العالم؟ ولما اتكلم على الاباحيه الاباحيه اوقات كثيره يعني بالذات اللي عايشين في العالم العربي بيفكروا انه الاباحيه دي في الغرب، انا عايز اقول لكم انه الاباحيه اكثر واكثر عمقا وشرا وفجورا في العالم الشرقي. في العالم الشرقي. اكبر كميه تحرش جنسي موجوده في العالم الاسلامي. اعلى نسبه مشاهده للأفلام المخله بالآداب موجوده في البلاد العربيه أعلى كميات تحرش نسبه تحرش طبعا الكلام اللي انا قلته ده ما عجبش الشيخ وقال لي او الباحث وقال لي اين الدليل؟ اوكي انا هجيب لك الدليل علشان تبقى فعلا عارف الى اي مدى انه آه العالم الاسلامي بالرغم من التدين اللي فيه الكبير الا انه عايش في كذبه آه يعني مميته كذبه انه خير امه اخرجت للناس وكذبه انه مكارم الاخلاق الى اخره لأ اعلى نسبه تحرش وعنف ضد المراه موجوده في البلاد الاسلاميه وده آه يعني آه ويب سايد آه بيقول كرايم ان الجريمه والعنف والعنف الداخلي في البلاد الاسلاميه، واول بلد موجوده تحت هنا افغانستان، وبعدها بعد افغانستان آآ آآ بعدها بنجلاديش، ودي بلاد اسلاميه، وبعدها جاي افغانستان، بنجلاديش، مصر، مصر جاية رقم ثلاثة اندونيسيا أربعة إيران خمسة والأردن ستة دي بلاد إسلامية ولا مش بلاد إسلامية لو كملنا بعدين المغرب سبعة وباكستان ثمانية والسعودية رقم تسعة وسوريا رقم عشر كلها بلاد إسلامية بتتكلم على نسبة العنف والتحرش الجنسي ضد المرأة ويب سايت تانية كويس ودي موجوده ان هي اكتر اكتر عشر اكتر عشر بلاد خطر على المراه من كلها البلاد الاسلاميه اللي عايز اقوله احبائي انه المسيح وحده هو اللي بيغير القلب وهو اللي بين الانسان من الظلمه الى النور الى ان نلتقي في حلقه جديده من برنامج عبر الكتاب سلام المسيح يكون معكم